السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع كان جدا اسمه سمول اس اي او تولز، ده مهم جدا للبحث العلمي وفيه كتير كتيرة. تمام، على سبيل المثال أهم حاجة بالنسبة لنا كبحث علمي بلاجاريزم الشجر، ده بيفحص نسبة الاقتباس قد ايه، ارتكر ري رايت بياخد المقالة ويعدل فيها، في الجرامر تشيك يبدأ يفحص يعدلك كلمات السبيلينج وهكذا. في بعض الادوات المفيده طبعا، في حاجات كتيره جدا خاصه بتصميم المواقع وخاصه بالسي او اللي هو يعلي فرصه ان انت تطلع في محركات البحث. تمام، فخلينا نجرب مثلا بجاريزم تشيكر. بتكتب المقاله بتاعتك هنا، لما الرساله دي بتيجي ناس بتروح لسه وخلاص، الرساله دي بتقول لك هيبعت لك كل شويه نوتيفيكيشن، فاغلب المواقع بتاعت الافلام والمسلسلات والالعاب بيبدا يعمل الحاجات دي، فالافضل ان انت تعمل له بلوك او تيجي من هنا هتلاقي النوتيفيكيشن تقدر تعدل فيها، ممكن تدخل في السايت سيتنج وتخليها بلوك. طيب هنا ممكن تاخد المقاله اللي انت كاتبها وتحطها كوبي بيست هنا، او ترفع ملف تكست، سواء الملف ده PDF سواء DOC وورد او TXT او اي حاجه من الحاجات ديت، او تدي له اللينك بتاع المقالة بتاعتك وهو بعد كده بيفحصها ويبدأ يبعت لك فيها نسبة اقتباس قد ايه، لان المقالات العلمية لما بتقدم عليها لو فيها نسبة اقتباس كتير فيقول لك لا كده مش مقبولة، لازم نسبة معينة من الاقتباس. طيب من ضمن الحيل ان انت تخش تاخد المقالة تحطها على ارتكل ريرايتر. الريرايتر مش بيكتب المقالة، لا هو بيبدأ يعدل في بعض الكلمات، يشوف المرادفات بتاعتها بحيث ان انت تقدر تجتاز موضوع نسبة الاقتباس بتاعتك قد ايه. تمام، يعني ممكن تكون انت مثلا كاتب بعض الكلمات موجودة في مقالة اخرى، فانت بتبدأ تشوف المرادفات بتاعتها بحيث انها تقبل، وده من حاجات في البحث العلمي ان انا ماخدش الكلام زي ما هو، انا ببدأ اصيغه باسلوبي. تمام، اصيغه باسلوبي بحيث ان انت مثلا بقول انا فهمت ايه. المفروض ان احنا بنعمل الحاجات دي كلها من غير الادوات دي، بس لو حد عايز يستعين بيها نظرا لذلك الوقت ممكن نرفع الملف هنا ويبدا يشوف المقالات، ولازم تراجع لان هو ممكن ياخد كلمه ما تنفعش تتحط في المكان دوت، فانت لازم تقراها تاني وتعمل اعاده للصياغه وتتاكد ان كل كلمه في مكانها.